أجمل حاجة في الدنيا أن يكون عندك أم تحبك وتخاف عليك وتحس بيك وتستجيب وتلاقيها جنبك حتى قبل ما تطلب، وعلى عكس دايما ما بتتوقع. والحقيقة أن اللي حس كمان بالموضوع ده أكتر ناس كتير ربنا سمح بتجربة أنهم يفقدوا أمهاتهم الأرضين، لكن ورغم الألم اللي هم شعروا بيه العذراء كانت ليهم الأم الحنونة اللي عوضتهم عن كل ده. احنا النهاردة هنكمل اللي بدأناه معاكم الأسبوع اللي فات، لأننا اتكلمنا من منظور العذراء الأم والعبدة الملكة، وفي نفس الوقت هي الإنسانة المتضعة اللي ربنا انتظر كتير جدا عشان في ملء الزمان يختار انه يتجسد ويجي منها. لكن الحقيقة احنا عايزين نبص شوية لحياتنا، للألام وللتجارب اللي بنمر بيها، ونبص كمان لحياة العذراء وللتجارب اللي هي مرت بيها. الضيقات اللي مرت بيها العذراء كانت صعبة، ويمكن ما حدش كان ممكن يحتمل كل ده يعدي بيه من سن صغير، من وهي في 3 سنين تكون في الهيكل، تتحرم من أبوها وأمها بأنها تكون لوحدها، بأنها تخدم وتشتغل، والوضع كان صعب. يعني فكرة الخدمة في الهيكل، الذبائح اللي كانت موجودة وتنظف وتشيل، طفلة في سن صغير جدا اللي زيها بيلعب وبيجري، لكن هي اتحرمت من كل ده. لكن لأنها كانت نذر من أبوها وأمها أنها تكون مكرسة ومخصصة للرب، اتربت في بيتها على كده. كتير بنحتاج أننا نربي أولادنا من البداية على حب ربنا، على خدمة ربنا، أنه يخدموا بالروح، يتكلموا بالروح، يعيشوا بالروح. وده اللي حصل مع القديسة العذراء مريم، والبداية والتأسيس ده يمكن هو اللي ساعدها أنها تكمل في كل الضيقات اللي مرت بيها بعد كده. طفلة أو بنت في سن 12 سنة تتخطب لراجل عجوز يمكن في سن جدها، هو يمكن كان كمان بيتعامل معاها من المنطلق ده أنه خدها البيت ويحافظ عليها. لكن إحساس، تعالوا نحس كده، أي بنت في سن 12 سنة تتخطب لراجل عجوز في سن القديس يوسف النجار كان ممكن شعورها يبقى إيه؟ وبعد فترة بسيطة وهي برضو في المرحلة العمرية الصغيرة تيجي بشارة الملاك، صعب جدا ان حد يقدر يستوعب كل الكلام ده. فكرة انها تبقى في المرحلة دي وما اتجوزتش وتكون حامل، هتواجه الناس ازاي؟ هتواجه يوسف النجار ازاي؟ لما كانت رايحة تخدم أليصابات، هي كمان كانت رايحة ومعتقدة ان هما ما يعرفوش بموضوع انها بقت حامل، ما يعرفوش بموضوع البشارة. لكن لان الله كل شيء عنده مدروس ومخطط، وقت دخولها على أليصابات لما قالت لها أن ارتقد الجنين بابتهاج في بطني لما سمع صوت سلام مريم. الحقيقة أن حياة العذراء والضيقات اللي مرت بيها بعدها، سواء من فكرة أنها تبقى عارفة يجوز في نفسك سيف وتنتظر أن ده هيحصل، رسالة السيد المسيح الخلاصية أنها تكون عارفة أن ده هيحصل، كل دي ألام مرت بيها العذراء. يمكن حتى بعد الصلب وبعد القيامة ومعاملة اليهود والناس الأوائل اللي في الفترة دي كمان كانت صعبة عليها. رحلة رغم صعوبتها، رغم بركتها، رغم كل الألم اللي مرت بيه، احنا لسه بنتعلم منها. خلونا نفكر حجم المشاكل والضيقات اللي احنا بنمر بيه في حياتنا قد ايه؟ يا ترى ممكن يتقارن بالقديسة العذراء مريم مرت بيه؟ اكيد لا.